صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نور سات جوردان وعلى نور سات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم أنا والأب جورج شرايحة المرافق الروحي لبرنامج صباحكم نور. بنحييك أبونا، صرنا زمان ما شفناك. صباحك نور دكتور. ممكن أسبوعين ثلاث. صباحك نور. صباحك نور أبونا. منحييكم بهذا الصباح، منحيي كل المتابعين على صفحتنا على نور سات جوردان واللي يتابعونا على الفيسبوك وأيضا اللي بيتابعونا على الشاشة الصغيرة نور سات، اللي إحنا متابعتكم منعتز فيها ومنفتخر، وإحنا استمرارنا هو مشاهداتكم اللي أنتوا بتحضرونا فيها لحلقاتنا، واللي منتمنى أنه حلقاتنا عم تستمتعوا فيها عم تستفيدوا منها، مش بس احنا بنعبي هوا لكن برضو كمان بنعطي توعية، وهو جزء من برامج التوعية والإرشاد والتعليم المسيحي، خاصة لما بنطرح مواضيع دينية مواضيع روحية. مناسباتنا اللي بنحتفل فيها قبل فترة عيد العنصرة وعيد حلول الروح القدس ثالوث المقدس عيد الصعود قبل وعيد الصعود قبل، فمنتابع الرزنامة الليتورجية لكنائسنا الكاثوليكية والأرثوذكسية نحكي فيها شوي. والآن نحن اللي بتسأل أو اللي تابع الإعلان على صفحتنا رح نحكي اليوم عن المزارات وعن المقامات وعن رحلات الحج اللي عنا في الأردن عم بحكي، لكن موضوع المزارات والمقامات موجودة بكل العالم. نحكي عن تاريخها، نحكي كيف نشأت، كيف بلشت الناس تعمل مزارات وتروح تصلي فيها، والمقامات والفرق بين المزار والمقام، المذبح المقدس أيضا اليوم. وأنا عم بحكي بعد يعني خلف الهوى أنا وأبونا جورج شرايحة كمان ذكرنا وتذكرنا شغلة لازم نحكي لكم إياها عن المذابح اللي موجودة في الكنائس أيضا، هي إذا جاز التعبير إنه نحكي عنها مزارات، فرح نعرج على هذا الموضوع لاحقا وعشان تعرفوا السبب في دعوتنا لإلهم كمزارات. هلأ طبعا اللي صبحوا علينا من لكم صباحكم نور من المتابعين والمشاهدين، لكن بداية بنرجع لعادتنا في برنامج صباحكم نور نستعرض أهم النشاطات اللي تمت خلال هذا الأسبوع. طبعا مبارح كان في افتتاح للمجمع الكنسي للكنائس الإنجيلية الإسقفية العربية في كنيسة الفادي بجبل عمان، فكانت صلاة خدمة الشركة المقدسة مبارح ومجتمعين إن شاء الله بنتمنى لهم اجتماع موفق في خدمة الكنيسة وخدمة الرعاية. كانت الخدمة طبعا أونلاين عنا على صفحتنا. طبعا هناك في كمان ايضا مطرانية الاردن للروم الارثوذكس عاملة حملة للاحصاء الرعوي الارثوذكسي، وجدا هذا الموضوع مهم بالنسبة للكنائس حتى توصل لكل انسان مؤمن في رعاياها وكنائسها، فحلو الواحد يعرف خرافه ويعدهم. اكيد 100% بعد الخراف، يعني الراعي لما بيطلب انه بده يعد الخراف فهذا شيء جميل عشان يوصل لكل خروف بالرعيه. فاللي بالرعايه الارثوذكسيه عليهم ان يسجلوا، طبعا في لينك موجود في الخبر يدخل عليه ويسجل اسمه وعدد افراد اسرته، والموضوع مش رح ياخذ منكم اكثر من دقيقتين يعني. وهذا موضوع تنظيمي ونحن مع الأمور التنظيمية في كنائسنا حتى زي ما خبرتكم توصل الخدمة لكل شخص ولكل عائلة تنتمي إلى الكنيسة. طبعا احنا القداس الاحتفال بعيد سيدة العنجرة يوم الجمعة 17/6 ولهو عيد سيدة عنجرة الساعة 11 صباحا، رح ننقله مباشرة على صفحتنا نورسات وأيضا على نورسات وتلفزيون تيلي لومير الساعة 11 صباحا يوم الجمعة، رح يكون بث مباشر للصلاة من كنيسة سيدة الجبل في عنجرة في عيد سيدة الجبل. وهذا مزار مهم جدا عندنا في الأردن لأنه يعد من المزارات الحج المسيحي اللي اعتمدها قداسة البابا يوحنا
بولس الثاني عام 2000. طبعا هناك استلت تحتفل بصيامة الشماس ميخائيل حداد كاهنا على مذبح الرب، ومنقول لهذا الشماس من خدمة مباركة، ربنا يتمم على خير ككاهن تخدم ربنا ورسالته. وأيضا في عنا زيارات مستمرة لسيادة المطران جمال دعيبس للرعاية كزيارة أولى بعد صيامته ورسامته كمطران للأردن لكنيست اللاتين. وهناك أيضا حفلات التخريج بنحاول إحنا نرضي، لكن مش كل المناطق بنقدر نوصلها، لكن مناطق الجنوب يعني مانت علينا ونقلنا خدمة القداس لخريجين بلدة أسماكية بكنيسة اللاتين لمدرسة اللاتين، فكان القداس الإله عنية الخريجين في أسماكية. وأيضا هناك صلوات بالنسبة للروح القدس من كنيسة الروح القدس بعجلون، حبينا احنا ننقل الصلاة من هناك، فعشان ما تقولوا لنا يا جماعة نورسات انتم مركزين على عمان العاصمة وين المحافظات، فمنقدر طبعا احنا لما بنقول اسماكية بالكرك بجنوب الاردن يعني في عنا مشوار لساعتين بالسيارة وساعتين رجع، هي 4 ساعات راحوا بس على الطريق غير الخدمة هناك، لكن تستاهلوا كل خير وان شاء الله احنا دائما معاكم، لكن انتم يعني بتعرفوا اوقات العجز بيكون العجز اللوجستي بالوصول اليكم، لكن انتم قراب لنا. طبعا في احنا حاطين على تفاصيل قصه التابوت الاسود امام كنيسه حطينا لونه اسود امام كنيسه شهداء الاردن في مرج الحمام. الموضوع كان جدا بسيط، طبعا الناس اثارت بلبله وجلبه وكذا والى اخره، لكن الموضوع رح يكون باختصار، طبعا القصه موجوده على صفحتنا على فيسبوك، انه واحد جايب تابوت من امريكا شاريه، ولما اجى هون لقى انه العيله صارت اوريدي قايمه بمراسم الدفن، فوين بده يروح بالتابوت؟ حطه على باب الكنيسه بالليل على اساس انه يرجع ثاني يوم او يخبر الابونا او يحكي لحدا، لكن طبعا شافوا الحراس وشافوا الشماس وابونا كمان شاف التابوت واتصلوا في الاجهزه الامنيه وفتحوا التابوت لقوا فاضي ما في شيء، رجعوا للكاميرات وشاهدوا مين اللي نزل التابوت على باب الكنيسه، ولما رجعوا له طبعا اجى الزلمه واعتذر على هاي العمله اللي سواها لكن هو يعني ما عرف وين بده يروح فيه، فحطه على باب الكنيسه. طبعا تم التبرع فيه من قبل هذا الشخص لكنيسة المقبرة، فهذا موضوع التابوت اللي لقوه على باب الكنيسة. طبعا الواحد كان ضايق انه يلاقي تابوت على باب الكنيسة، بيخاف طبعا ما في شيء شي فاضي كان، لكن انتوا عارفين التوابيت يعني برضو كمان ثمنها غالي. طبعا طبعا كان في عندنا حيد القديس البدواني قداسة البابا، بنتمنى له الشفاء ويرجع لنشاطه المعتاد، مؤخرا كان كتير مؤلم لإلنا انه نشوفه على الويلتشير، وهو الانسان النشط اللي بحب دايما هو يمشي ويتحرك ويسافر ويزور، لكن هلا اعتذر عن زيارات الرسولية كان المفترض يقوم فيها للكونغو ولأفريقيا ويكون قريب من أبناء والسودان أيضا. طبعا هناك أيضا انتهاء مهام مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية الأب وسام منصور، نقول له يعطيك العافية أبونا صديق نورسات وصديق نورسات، نتمنى لك خدمة مباركة أبونا، كفيت ووفيت زي ما بيحكوا، ربنا يعطيك الصحة والقوة تستمر في خدمة كنيستك وخدمة رعية، فنتمنى لك كل التوفيق في خدمتك الجديدة. وهناك أيضا أخبار متنوعة من الفاتيكان من الكنيسة الأرثوذكسية، وهناك أيضا كان الاحتفال بالأعياد الوطنية من مركز التعايش الديني، كان احتفال يتسم بالصفة الرسمية من حضور، حيث كان في هناك مندوبين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجيش، وتكريم بعض الإعلاميين وبعض الأشخاص المتميزين في خدمة وطنهم.
فكل عام وأنتم بخير، وكان هذا بمناسبة عيد الجلوس الملكي. ويعطي العافية من أقول لأبونا نبيل حداد وصديق النورسات، وأيضا أنتم بتعرفوا أبونا نبيل حداد هو مقدم ومعد برنامج عين على المشرق اللي بيطلع على النورسات كل نهار أربعاء مساء. وأيضا العديد من الأخبار والنشاطات المختلفة. طبعا أنتم بتقدروا تتابعوا هاي كل النشاطات، تتابعوا كل هذه النشاطات على صفحتنا بالتفصيل. وبنرجع للأشخاص اللي بيتابعونا على صفحتنا بنقول لهم صباحكم نور، صباحكم نور لنهاد قمو وفي بي حمام، صباحكم ورد وهايدي باسيل كتلو، صباحكم نور ونهيل الصفدي خوري وسامر القنصل وأم عادل النمري، صباحكم نور دكتور وأجمل صباح أبونا جورج عياد مباركة، الجميع كل عام وانتم بخير. سيهام طشمان سلام المسيح معكم. وماجد البير، قبل أن نزور المزارات علينا أن نحج داخل أنفسنا ونعلن بنوتنا لله ونقيم له مسكن يليق بجلاله. حلو كتير يا ماجد البير، بها حيك. وفيروز الراشد من الأراضي المقدسة، صباحك نور من نور، ربنا يبارككم وصلوات مستجابة يا رب وأعياد مباركة، ويبارك الرب هذا البرنامج الذي هو نور لنا ننتظره كل يوم ثلاثاء. يسعد صباحك يا فيروز، ونحن شاكرين لك ومقدرين متابعتكم، وإن شاء الله بتلاقوا كل شيء مفيد من عنا من برنامج صباحكم نور. أمل السلمان صباحكم نور، سبع مزارات في الأردن منها سيدة عنجرة، كل عام وأنتم بخير. نعم يا انا ما عديتهم على فكره. امل هلا بنعرف سبع مزارات، هلا بدك نعدهم، فعليك يا امل سلمان تحكيهم السبع مزارات وتذكريهم بالكومنت عشان نقراهم. نشكر لك مشاركتك. نهيل الصفدي خوري و سيهام سويس نينو، وايضا يولا حتر صباحكم نور يا يولا، وايهاب عماري صباحكم نور وسرور، وكل الاشخاص اللي بيتابعونا. في عندكم أي تساؤل أي سؤال عن المزارات وعن المقامات وأيضا الحج المسيحي، عندنا كمان أيضا اتصال مع أبونا يوسف راعي كنيسة سيدة الجبل في عنجرة للحديث عن الاحتفال بهذا اليوم، يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا. نعم. وبداية أبونا أعطينا البركة، وعشان شباب تحطوا تقرير سيدة الجبل عن جهة. نعم. بسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد أمين. هلما أيها الآب السماوي، تحنن وتعطف على أبنائك، وانعم بمواهب الروح القدس علينا، نقي أجسادنا، طهر نياتنا، نقي كل ما هو فينا دنس، كي نتأهل إلى الدخول إلى مجدك أنقياء بشفاعة أمك الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم العذراء وجميع القديسين الذين نكرمهم ونبني لهم المزارات والمقامات ليكونوا لنا قدوة ومثالا نحتدي بهم حتى لقاءنا بهم القريب في مجدك السماوي. آمين آمين. شباب جاهز التقرير؟ نستعرض التقرير الآن، فإلى هناك. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإداب ونستمد منه الحياة. نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة، لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للاتين. فهذه الكنيسة تأسست عام 1932، أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. Thank you.
تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصليب المرسومة على جدرانها، وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة. تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة، منهم الأب يوسف سلامة راعي الكنيسة الحالي ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد. حدثنا بإيجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العذراء مريم. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي ياف الكروح ملجأ لكل الخطا. العنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المصباح في العهد القديم في سفر الملوك، وبحسب التقليد تقليد الكتاب المقدس انه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا، وكمان الملك داود اجى على عنجرة. بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العذراء مريم اجوا على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن، لان احنا عارفين الكتاب المقدس ان المسيح بشر في العشر مدن، فبعد ما تعمد في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جرش وفيلادلفيا. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما إجا المسيح إجت معاه مريم، وكانوا بيقعدوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا الناحية التانية من الضفة. مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة، سيدة الجبل. الكنيسة اتبنت تقريبا سنة 1925. كان دايما في مسيحيين في عنجرة. اجا الخوري، اول خوري كان ابونا انجلو، هو ايطالي، هو اللي بنى الكنيسة. وابونا انجلو اتوفى في عنجرة هو وامه، ومدفونين هما الاثنين عندنا في الدير. مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الاب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطريركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء، حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم. بس يمكن يكون أهم شيء عندنا في المزار هو تمثال مريم، تمثال العذراء مريم. هاي التمثال عمره تقريبا 200 سنة، مصنوع في إيطاليا. سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا بينظفوا المزار زي دايما، شافوا إنه التمثال بياخد الوش، بياخد شوية طبيعة بشرية وبيبكي دم. الرهبة بدأت تمدح الناس من برا عشان يجوا يدخلوا يشوفوا. الأولاد فضلوا يشوفوا التمثال ويصلوا. ناس كتير شافت الدم وهو موجود نازل على وش العذراء. عملنا التحليل، معروف إنه دم بشري، دم طبيعي بشري 100%. ما عرفناش التفاصيل بالضبط، بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون، وناس كتير بتيجي تصلي، وكتير بتحصل معجزات. عن التقرير طويل يعني بده كمان دقيقتين ثلاثة، لكن رح نرجع نحطه على شاشتنا وعلى صفحتنا. لكن معنا اتصال مع من أبونا يوسف راعي كنيسة سيدة الجبل بعنجرة. صباحك نور أبونا. هلا صباح الخير. صباح الفل. هلا صباحك نور أبونا. هلا أبونا صباح الخير. طيب خلي يعني إذا حضر الماء بطل التيمم. نعم. يعني وقفنا التقرير لأنه اللي بيحكي معنا مباشر. تسلم يا أبونا وشاكرين لإلك وجودك معنا باتصال لهذا الصباح. فتخبرنا أبونا شو كيف احتفالاتكم تحضيراتكم لنهار الجمعة؟ احنا يوم الجمعة رح نحتفل بعيد سيدة الجبل. بصراحة الجو كتير
جميل. نعم. معنى أنه الناس كلها مبسوطة في عنجرة. نعم. بلشنا استعدادنا بتسعية بلشناها من الخميس الماضي لسيدة عنجرة، بنصليها المساء مع كل الرعية. حلو. وبلشنا كمان نفس الموضوع القداس كله مع تسعية. بنحاول نحضر كل الكنيسة تقريبا، كل عنجرة بتستعد معنا. نعم. ويوم الجمعة احتفالنا أكيد المواعيد عارفينها أنتو. نعم. الساعة 11 راح يكون مباشر على شاشة التلفزيون كمان. الساعة 10 وربع المذبحة يليها القداس. نعم. مباشرة. نعم إن شاء الله. هلا بنحاول نشتغل مع الشبيبة والأخويات والأمهات وكله. نعم. إن إحنا نطلع المزار، دائما المزار حلو. نعم. بس بنحاول في هاي الفترة نستعد، كلنا تقريبا كل الرعاية بتشتغل في العيد. نعم. كل الشباب بتشتغل، بيكون اسبوع شغله كله في الكنيسه تقريبا. نعم. مستعد فيه لعيد العذراء. نعم. لانه قديش ابونا عدد الحجاج اللي بيجوا على المزار بهذا اليوم؟ تقريبا 4000 5000 شخص بيجوا. نعم، زي كانه المقطص. زي يعني المقطص بالضبط. نعم. 4000 5000 السنه دي كثير راح يجي ناس، لانه كمان وزاره السياحه دعمنا ببساط. نعم. راح يجي الحجاج من عمان لعنجره. حلو. اكثر عدد يعني. أبونا حضرتك بالتقرير حكيت الاسم القديم لعنجرة، وصراحة ما فهمت إيش الاسم القديم. عنجرة تعني عين الماء الجاري. نعم. إيش اسمها كان بالكتاب؟ التقليد بيقولوا إنه كان في نبعة مي في عنجرة، وكانوا جنود الرومان بيزقوا خيولهم ويشربوا مي من هاي النبعة الموجودة. نعم. لا زالت هاي النبعة موجودة؟ موجودة. حلو. موجودة. حلو. طب أبونا كمان بالتقرير ذكرت عن ظاهرة صارت عند المزار إنه العذراء تبكي دم. نعم. ده صحيح. نزل دموع من الدم. سنة 2010. نعم. شهر 5. نعم. أيار 10 أيار 2010. نعم. المعجزة تمت إنه في حدا من الرهبات كان بينظف المزار مع أولاد المدرسة ومع المعلمات. نعم. ولما دخلوا المزار بينظفوا، السيستر بتنظف عند التمثال، هي شافت وجه العذراء بيكون طبيعي والعذراء بتبكي دم، نزل دموع من عيونها. نعم. شاف المعجزة مش بس السيستر، كمان المعلمات وأولاد المدرسة الموجودين. بأمر من المطران عملنا تحليل للدم في المختبر عند رهبات الوردية. نعم. هو دم بشري. نعم. ومعروف أن هي معجزة أن العذراء بكت دم في عنجرة يعني. نعم. يعني بكي الدم مع لما الواحد بقول له ببكي دم من الألم. بتعتقد أبونا بكاء العذراء دم لماذا؟ 2010 كانت بداية الحروب في الشرق الأوسط تقريبا. نعم. فهي العذراء كأم لينا أكيد بتحزن، بتزعل على أولادها يعني، بيصير فيهم كل اللي بيصير هلا. نعم. أكيد بتبكي على خطايانا، بس يمكن كان أكثر شيء اللي في 2010 صاير الحروب اللي صارت في الشرق الأوسط، خصوصا الثورات اللي قامت، وفي ناس كتير بدون سبب ضاعت في هاي الحروب. نعم. نعم. وجودها دائما معنا كأم، يعني احنا بنقولها كأم مقدسة مش بس روحيا وجسديا كمان. طبعا. فهي بجسدها. لا، حضور العذراء معنا دائما موجود. نعم. آمين يا رب. آمين. نحن أبونا في هيك كلمة أخيرة بتوجهها للمشاهدين عبر شاشة النورسات لاحتفال نهار الجمعة. أنا بقول لهم إنه احنا عندنا في عنجرة العذراء حاضرة معانا. نعم. بنشعر بيها، وحتى لما بيجوا بيصلوا عندها راح يلاحظوا شيء كثير مهم، انه الطفل يسوع بيوجه صباعه ايده نحو قلب مريم. نعم. واليد الثانية للسماء. حلو. هي العذراء كأم، حتى لو احنا في العالم تعبانين وفي مشاكل وهموم، هي كأم بتوصل كل اللي احنا بنشعر بيه ليسوع، واكيد يسوع راح يساعدنا. اكيد. بقول لهم دايما ثقوا. نعم. في العذراء، وانها كأم اكيد راح دايما تجيب الخير لكل واحد فينا يعني. ان شاء الله يا ابونا انه العذراء ترمي دايما عبايتها الحنونه المحبه لكل الاشخاص المتعبين والمهمومين، يعني بتضل الام هي الحضن الدافئ والقلب الحنون على أبنائه وبناته، فربنا يحنن قلوب الجميع. وأيضا نتمنى لك أبونا أنه خدمة مباركة والاحتفال يكون احتفال مبارك
تستجاب في الصلوات المرفوعة من كل أبناء الرعية واللي بيجوا بيحضروا من كل الأردن، يعني مش بس من عنجرة، من أهل عنجرة، من كل الأردن ربنا يستجيب صلواتهم ويعطيكم العافية يا أبونا، كل المحبة إليك. شكرا لكم، شكرا لكم، وشكرا لنور ساد، ونشوفكم يوم الجمعة إن شاء الله. شكرا لكم، صباحك نور أبونا. شكرا لك، بالسلامة أبونا. هلا نحكي نحن على موضوع المزارات وهيك، شو تعطينا هيك نبذة عن تاريخ إقامة المزارات؟ متى بدأت المسيحية تحتفل بالمزارات؟ متى بدأت المسيحية والمسيحيين إنه يقيموا مزارات؟ هل هذا شيء بالعهد الجديد أم العهد القديم؟ هل له تاريخ يعني وجذور قديمة؟ نعم. بالحقيقة منذ أن قامت البشرية، نعم، قامت المقامات وقامت المزارات. حتى إذا عملنا نظرة شمولية للعالم اللي قبل الكتاب المقدس، نطلع أنه لما كانت عوامل الطبيعة تتأزم على الإنسان البدائي، الإنسان الأول، خلينا نحكي علم، ما بنحكي دين قاعدين هلا، بنحكي علم إحنا، الإنسان البدائي كان يشوف الزلزال يحسه، يشوف البركان، الرعد البرق يخاف، يحكي أنه هذا إله، هذا البركان إله، ممكن يقتلني إذا أنا ما طلبت شفاعته. فكان يتجه الإنسان لمكان عالي معين ويحط عليه طوب ويبني ويضوي نار ويذبح حيوان عليه ويقول له هذا فداء لك كله أنت، بس يعني كافينا شرك. بعدين بالكتاب المقدس من بداية آدم وحواء، قصة في سفر التكوين، بنشوف أنه أولاد آدم وحواء هابيل وقابيل، قين وهابيل، نعم، كل واحد منهم قدم من ما من صنعته، نعم، هذا من الأرض اللي زرعها وهذاك من بعدين بنشوف أول الأنبياء بالنسبة إنا كأبو الأنبياء، إحنا بنحكي أو اللي بيشتركوا فيه كل الديانات التوحيدية اليهودية والمسيحية والإسلام، اللي هو أبونا إبراهيم النبي، عندما سمع صوت الرب الإله يناديه من مدينة أور بالعراق ويقول له خذ مرتك وعيلتك وابن أخوك واتجهوا إلى الأرض التي قد أعددتها لكم على فلسطين. أول ما وصل هناك كمان أقام مقام ومذبح للرب، وبقيت هذه المقامات مع جميع الأنبياء إلى أن أتى نبي داود الملك وفكر في بناء هيكل، ولم يبني، ولكن ابنه سليمان هو اللي بنى فيما بعد. بنشوف بالعهد الجديد أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هي بسفر أعمال الرسل، حيث المكان الأول أو الكنيسة الأولى هي علية صهيون اللي كانوا يجتمعوا يسوع يدخل والأبواب مغلقة. من ثم دخل فيما بعد القديس بولس إلى المسيحية وأخرج المسيحية من إطارها المحلي، صارت إنترناشونال، طلع على المدن بالزبط، صار نحو الأمم. هناك كل المدن تقريبا التي زارها القديس بولس كانت هناك مقامات لأنبياء متعددين، وخصوصا أسبارتا وأثينا ومدن اليونان التي كانت تنعم بثقافة مزدهرة جدا بفترة القديس بولس، وكانت من أهم المدن التي تصدر الفلسفة والعلوم، فكان شعب مثقف جدا، وكان لكل إله عندهم في كان مزار هناك. ففي مزار لفت انتباه القديس بولس، قالهم لإيش هذا المزار؟ قال هذا للإله المجهول، قال إن الإله الذي ترونه مجهول هو بالنسبة للرب يسوع المسيح. فما حرم المقامات، ما هدمهم، ما يعني إحنا نشوف بالعهد القديم إنه لا تصنع لك منحوتا، لأنهم كانوا لما يضيق فيهم الوضع بأيام الانتقال من أرض الميعاد، نعم، من مصر عفوا لأرض الميعاد، نعم، بعهد موسى، كانوا يعملوا تمثال ويعبدوه، فمشان هيك قال لهم لا تصنعوا لكم منحوتا. ما يعني احنا بنشوف التماثيل هلا انه في ناس بيعتبرها انها اوثان، واحنا قاعد بنفسر انها هي وسائل، وليس هو يعني شخص العذراء حاضر روحيا زي ما حكى ابونا يوسف قبل قليل، لكن احنا حسيين بنحب نشم ريحة البخور، بنحب نشوف الشمعة الحقيقية، مش زي اليوم كله شمع الكتروني صار. هاي كلياتها بتدخل المؤمن النفسه بعيونه بحواسه، يعني لما نفوت في مكان بيبين انه هذا مش استوديو، هاي كنيسة، هذا في عوامل مساعدة. اذا ومن ثم اصبحت الكنائس الكاثوليكية
تشجع إقامة المزارات للعذراء وللقديسين. هاي بمرا يخص المزارات، وأنا طولت كثير بالحكي، بس بدي أحكي شغلة بسيطة. المقامات هي التي تشيد على أماكن قديسين يندفنوا فيهن أو عاشوا فيهن أو عملوا معجزة فيهم، لأنه مش دائما بيكون اندفن فيه، لأنه إحنا بنشوف مثلا قديس جوارجيوس يعني بكل يعني في بالسلط في بالكرك في يعني، طب وين المقام اللي هو نوجد فيه؟ يمكن يكون في معجزات تمت. وبالصلت خصوصا بنعرف انه كانوا الكهنه يسمعوا صوت الخيل تاع القديس جوارجيوس بالليل، ويجوا يلاقوا اثر الحذوه تاعت الفرس انه كان موجود. يعني في معجزات صارت في هاي المقامات وهي الكنائس. نعم صحيح. ابونا، بالنسبه للتاريخ اقامه المقامات او المزارات يعني، وهلا خاصه يعني زادت بناء المزارات، يعني بشوف كل كنيسة صارت تعمل مزار للقديس معين أو مزار للعذراء أو مزار. فهل أنت بتشوفوا أنه هذا تشتت المؤمن من أنه يكون موجود في الكنيسة للصلاة والاتجاه إلى هذه المزارات؟ أنا بشوف بالعكس يعني بفرجينا أنه القداسة ممكنة. يعني الناس كانت تحكي دائما أنه هذاك يسوع المسيح عمل هيك، هذاك يسوع المسيح، هذاك ربنا، إحنا بدنا نعمل. لا، اليوم عم تعطينا الكنيسة نماذج، شوفوها عبواب الكنائس، شوفوها جوا، نشوف المقامات لأشخاص. ماري ألفونسين راهبة، إنسانة عادية، لا هي ملاك ولا هي استغفر الله العظيم إله، هي إنسانة عادية زينا، صارت قديسة لما حضرتك بتساهمي في السلط في إقامة المزار. ليش؟ تكريم لشخص حي وحاضر. إنه عم تحكينا رسالة، هالمسج مفادها إنه يوكان أنت. أنت تستطيع أن تكون قديس كهذا الشخص. مش صعبة، هي صعبة إن في عملية السيتينج ضبط الحواس والهاي التعامل، ونفتح شبابيك قلبنا. ونياتنا نصفيها، نفتحها لربنا عشان شمسه تدخل. دائما بحاجة هالشباك قلبي اني افتحه. كيف بفتحه انا شباك قلبي؟ انا بفتحه لما بتواضع، لما بسامح الناس، لما بلاقي عذر لتصرفاتهم المسيئة تجاهي، وبحكي هذا من مرضهم، هذا من وجعهم، هذا من هاي الصرخة ما طلعت بوجهي لاني انا مش منيحة، هاي الصرخة طلعت بوجهي لانه هو موجوع مش انا اللي المشكلة فيه. بتحلل شوي، بتخفف من حقدي تجاه الاخر، بتخفف من أحكامي على تصرفات العالة. هاي كلياتها بتساعد النماذج المقامات والمزارات. بتقولنا إنه يمكن كذلك. نعم، يعني في كمان رسائل عذراء فاطمة أو عذراء ميدجورية بتطلب من الرسائل الثلاث، بتطلب إنه بكل بيت يكون أو يكون عند بهذا البيت مكان للصلاة، فيه صليب، فيه كتاب مقدس، فيه وكأنه مزار جوا كل بيت، شمعة مضوية وزيت مضوي، فكأنه يعني شبه مزار مصغر يعني، وهو مكان يلتجئ الإنسان فيه للصلاة. فيعني هذه كمان من رسائل العذراء إنها نعمل مزارات في بيوتنا. ومثل ما قالت واحدة من أخواتنا الصديقات المتابعة معنا، إنه نعمل مزارات في قلوبنا، نعم، للعذراء وللقديسين وللصلاة والإيمان. إحنا ما موضوع المزارات نقول صح غلط، هدول بيعملوا هيك، هدول إيمانهم غلط، هدول بيشتتوا. لكن المزار هو مكان عادة بيكون مكان جميل، يعني بنعمل بشكل جميل، اللي بيعملوا مثلا فيه المياه، الورود، الزريعة، بيحطوا أماكن صلاة للتأمل. صحيح. لعيش هاي الروحانية اللي ممكن ما يقدر يعيشها في الكنيسة. يعني احنا مش انه عم بيبعدهم عن الكنيسة، الكنيسة للصلاة بس برتبة معينة، الكنيسة ما فيهم يعني مثلا انه يشاهدوا أمور أخرى، مع انه المذابح الموجودة في الكنيسة مقامة على ذخائر القديسين، وهي تعتبر كمان مكان مقدس. المذبح مكان مقدس لأنه كل مذابح اللي بتصلي فيها بيكونوا حاطين فيها من عظام يا خشبة الصليب الحقيقية، أم بيكونوا من رفات وبتسموها ذخائر القديسين وعظام القديسين على مذبح الرب. عشان هيك احنا بنشوف الخوري
لما عندك كلام التقديس بيركع وبيصل بيبوس بيقبل المكان المغروس فيه عظام هذا القديس. يعني إذا جاز التعبير عشان نميز، المذبح أسمى مرتبة من المزارات أكيد، لأنه كمان على ذبيحة القداس تقام عليه، المزارات مش دائما بالضبط. وهنا إحنا بنميز بالكنيسة بقانون الكنيسة، بنحكي الأسرار وأشباه الأسرار. نعم. يعني في الأسرار السبعة هدول الأساسيات، بس في صلوات بنعملها هي مش أسرار. نعم. ولكنها هي أشباه أسرار، زي الجناز اللي على الصلاة اللي على المتوفي، وزي المناسبات الثانية. طبعا أبونا أنت ذكرت مزار ماري ألفونسين، وماري ألفونسين هي القديسة اللي أنشأت الرهبنة الوردية، وكانت عاشت سنتين بمدينة السلط، ومن مذكراتها يعني كانت هذه رسالة سيدتنا مريم العذراء لإلها، إنها تأسس هذه الرهبنة في السلط وشاهدتها وتراءت إلها في مشاهدات إنه الكنيسة كيف شكلها، وكان هذا كله مذكور في مذكرات القديسة ماري ألفونسين. طبعا احنا رح نحط لكم مشاهد من المزار ماري ألفونسين من خلال ترنيمة كانت من كلمات جاسر حداد وتوزيع مراد درمجيان و بناء مين؟ ترنيم ترنيم وتلحين، يعني بتواضع بقول يعني بعض المواهب اللي طبقناها في هذه الترنيمة، ترنيمة ماري ألفونسين. طبعا كل الأشخاص الموجودين على صفحتنا عم بيتواصلوا معنا وبصباحاتهم الجميلة، صباحكم نور يا رب. وإذا عندكم كمان أسئلة بتحبوا تسألوها عن موضوع المزارات، إذا عندكم تعليق أو مداخلة نحن بكل محبة نستقبلكم. وتليفوننا طبعا للتوضيح طبعا كلكم تعرفوا 5833773. أبونا احنا مزار في عنا مزارات بيكون فيها ذخائر القديسين، وفي مزارات بيكون فقط هالصورة او هالتمثال لهذا المزارات، مثلا مثل مزار مارشاربل. مزار مارشاربل موجود بكنيسة الموارنة عنا هون، كنيسة مارشاربل طبعا على اسم القديس، في موجود فيها الذخائر. بالعادة ما بيكون فيه بالمزارات ذخائر. نعم. ولكن يعني هاي زيادة بركة زي ما بيحكوا. نعم. يعني إشي عظيم. يعني بالمناسبة اليوم الكنيسة الغربية بتحتفل بعيد القديس إليشع تلميذه. نعم. للنبي إيليا اللي فيما بعد عمل مقام إله، وكانوا كل المؤمنين يجوا يتبركوا حتى من عظامه. يقال بالكتاب إنه كل من لمسه كان يشفى من علته ومن أمراضه. نعم. فهذا الإيمان التقوي الشعبي اللي عند الناس متجذر، يعني حتى بيخبرونا رسائل القديسين عن القرون الأولى الأربعة الأولى، يعني خلينا نحكي بعد ما الإمبراطور قسطنطين سمح بالديانة الإمبراطورية تكون المسيحية، بطلت بالخفي وبالدياميس وبالقبو وبالهيك. نعم. يصلوا فيهم. كان الحج المسيحي هو لمكان واحد، قبر السيد يسوع المسيح، القبر الفارغ الذي. نعم. أشيد فيما بعد عليه كنيسة القيامة اللي موجودة اليوم في أيامنا. كانوا يجوا من كل بلاد العالم الحج المسيحي، وبنشوف بالعنصرة كيف انه كل واحد من التلميذ يحكي عربي، يحكي لغات العالم. نعم. المحيط فيه مشان البشارة توصل بطريقة أسرع. فالحج هاي ثقافة مسيحية من متجذرة من قبل المسيحية أيضا، فما بنحكي اليوم انها كنيسة اللاتين طلعونا حج جديد، ولا هذول الأرثوذكس من أمتى صاروا يعملوا حج على عملوا مقام هي. فالناس بصير تستهتر، وهي بنحذر إنه هاي بالعكس إيمان تقوي وشعبي. من إذا إحنا كنا مثقفين نعتبر حالنا، إذا كنا إحنا بنعتبر حالنا متعلمين، ما بصير نسخف ونهين من تقويات الناس اللي إحنا بنحب نكون بسطاء. إحنا نسعى أن نكون بسطاء، يعني يسوع المسيح طلب منا إن إحنا نكون بسطاء. يعني مرات الواحد بيبذل مجهود تيكون بسيط. نعم. يفكروا الناس مسكين هذا، لا هو مش مسكين، هو بيحاول يشتغل على حاله عشان يكون طيب ومسكين ويصدق اللي بيصير حواليه من الأشياء اللي منطق ما أحيانا. نعم. ما بيقبلها. نعم. فأحيانا بعين الإيمان هي التي ترى، وليس. نعم. العين البشرية الحسية. نعم. بصراحة لازم وعي الإنسان المؤمن يفرق ويميز بين الشيء أو المزار أو المكان أو العمل الذي
تقوم به الكنيسة أم العمل الذي تقوم به فيه بعض الأشخاص في تشييد مزارات، في تشييد بناء أو مقامات على اسم القديسين وعلى اسم مثلا سيدتنا مريم العذراء، للروحاني للمزيد من التأمل والصلاة والتبرك. مثلا كثير في عنا رياضات روحية بتصير، والرياضة الروحية عادة بتكون في أماكن الطبيعة والخلا، فما أجمله أنه بهذه الأماكن، الأماكن الطبيعية والخلا والأماكن اللي فيها الطقس الجميل والمنظر الجميل، ويكون هناك يعني برضو مقام أو مزار زي دبين يعني. مثلا مثل عنجرة ودبين، مثل بالصلت، في عنا مزارات أيضا يعني بكنيسة الصويفية عند كنيسة اللاتين. نعم. عند أبونا أنطون في هناك مزار جميل لسيدتنا مريم العذراء. مش ضروري إنه هذا المزار لازم تكون فيها عجوبة، أو مثلا العجيب ممكن تصير للناس اللي بيجوا بيصلوا في هذه المزارات. فأحيانا بيكون الكاهن حابب يعمل شيء تكريم لقديس معين أو لسيدتنا مريم العذراء، إن كان المقام أو المزار لسيدتنا مريم. فإحنا ما بدنا نقول ونشكك الأشخاص إنه هذا تشكك أو هذا تشويش أو هذا تشتت في طريقة الصلاة أو في طريقة إقامة طريقة التكريم. ما بنقول عبادات، نحن لا نعبد هذه المزارات وما بنقدم فيها عبادة، لكن نحن بنصلي فيها، وما دامت ترفع الصلاة ومجتمعين مع بعض، لأنه يسوع حكى من اجتمع باسمي اثنين أو ثلاثة أكون بينهم، فرافعين الصلاة مثل نهار الجمعة الشعب المؤمن المسيحي رايحين على عنجرة، مسافة سفر ومنطقة جميلة جدا هي عنجرة، طبيعية ورائعة، وخاصة في هذا الوقت من السنة بيكون فيها الطقس جميل والبرودة الجميلة بحر الصيف والطبيعة الخلابة من الأشجار ومن الينابيع، فبيروحوا بيصلوا وبيكملوا مشوارهم مثل ما تقول رحلة، بياخذوا اكلهم، في هناك كمان مطاعم ومتنزهات، عم نعمل نحن ترويج سياحي لمنطقه طبعاً. عنجره، لكنها فعلا منطقه جميله، يعني اذا في حدا بيجي من برا يزور اماكن في الاردن، واحده من الاماكن الجميله طبيعيه، وايضا اذا كان حابين يزوروا كنيسه سيده الجبل بعنجره. فعندنا أيضا هناك بماري ألفونسين بالصلت، وكنيسة قديمة من 1887، وهذا المزار من وقت ما هو المكان التي عاشت فيه القديسة ماري ألفونسين سنتين بمدينة الصلت، وأنشأت فيها رهبة الوردية المقدسة، أعتقد أول كنيسة للاتين هي أم الكنائس اللاتين. فتعطونا شباب الترنيمة، يلا. فإلى هناك لا إن شاء الله، إلى الدكتور الترنيمة الترنيمة إن شاء الله تنال إعجابكم. الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء، طوبى لك على الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء، وهبتي نفسك لخدمة الرب فنلت محبة العذراء. قدوة أنت للعالمين، علمت الأطفال الإنجيل
فلك العرفان والتبجيل، علمت الأطفال الإنجيل. فلك العرفان والتبجيل، وكم لك في الصلت ماثر، أنشأت جيلا بعد جيل. يا قديسة ماري الفونسين، أعلنك قديسة البابا الجليل. يا قديسة ماري الفونسين، قدوة أنت للعالمين. أنت رمز العطف والحنان والمحبة الزمان. أنت رمز العطف والحنان والمحبة طول الزمان. تشفعي لنا عند رب الأنام، ليمنحنا البركة والسلام. يا قديسة ماري الفونسين، قدوة أنت للعالمين. بتمنى أنكم استمتعتوا بهالترنيمة اللي في كانت مشاهد منها من مزار ماري الفونسين الموجود بالسلط، وهو المزار حقيقي، وتمت الترنيمة في هذا المزار، فكل المشاهد كانت حقيقية. زائد أنه في كانت بعض الرهبات اللي مثلوا كمان أيضا في هذا الفيديو كليب، يعني جد رهباتهم. نعم، وجه لهم تحية. فكرت الدراما. نعم نعم، في كانت رهبة سر سمردلي. نعم. وأيضا كانت هناك مجموعة من أهالي السلط، إذا شفتوا اللباس الثوب السلطي الفلاحي السلطي. نعم، وكانت ماري ألفونسين أنتم بتعرفوا بالزمانات ما كانوا الستات يطلعوا على الصلاة، لأنه ما فيش اختلاط، وكنا إحنا بالسلط مدينة يعني برضو محافظة. كمان محافظة، فكانوا السيدات لما بدهم يصلوا أو هيك كانت ماري ألفونسين تقعد مع الستات وتعلمهم الإنجيل وتقرأ لهم الإنجيل وتفسر لهم، لأنه مثل ما خبرتهم كان ممنوعين أنه يطلعوا يصلوا في الكنيسة ويختلطوا مع الرجال، ونحن شعب محافظ. لهلا الجنانيز ما بيجي النسوان بالسلطة. نعم، وكانوا كمان إذا بتلاحظ بالقرى، ما بعرفش إذا مستمر هاي العادة، إنه دايماً يكونوا مفصولين الستات على جهة. نعم، بالكنيسة بدراج. نعم، نعم. والرجال على الجهة، وعادة الرجال بتأخذ الشمال والستات على اليمين، ولازم الزلام قدام يقعدوا النسوان وراء. يعني هذه أنا بعتقد إنه هذه بعض الثقافات اللي إحنا متأثرين فيها المحلية. يعني إحنا بنحكي إحنا عرب قبل يعني قبل الديانات. نعم، يعني ثقافة منطقتنا هاي كلياتها هي عربية حتى قبل الإسلام. نعم، يعني حتى الأسماء اللي احنا بنحكي انها هاي أسماء أخذت الصيغة الإسلامية هي بالأصل أسماء عربية. يعني قبل. نعم، الإسلام كان اسمه خالد ابن. نعم، الوليد قبل ما يأسلم، ولا عمر كان اسمه قبله، محمد كمان، يعني على الأسماء هاي العربية الأصيلة اللي. نعم، في مجتمعنا. فإحنا متأثرين بالثقافة، ما بدنا نقول البدوية كثير، يعني لأنه اليوم صارت مش بدوية ثقافتنا، حضر يعني. نعم، يعني أعلى من الريف شوية. نعم، بس مش يعني هيك، يعني قبل المدينة. مش الثقافة كمان أيضا الإسلامية، لا، احنا كمان متأثرين بالثقافات اللي سابقة من الحضارات المختلفة اللي مرت على المنطقة. نعم، العرب الأنباط، وحتى أيضا اليهودية، يعني في كتير الأشياء نحن لساتنا نتبع التقليد اليهودي، يعني أخذنا منهم من التوراة. نعم، من وقت التوراة. أكيد، الفصل بين الرجال والنساء. أكيد، ما هي كانت كلياتها موجودة من عهد من وقت التوراة، فإحنا لازلنا مستمرين فيها. يعني إجت المسيحية ما قدرت تغير كل إشي وتعطي الحرية للبشر كإنسان حر، لكن في بعض الثقافات احترمت كل منطقة وثقافتها، ما حبت إنها دائما يعني تكسر وتتحيد، لأنه هن كانوا يعني يعملون الرسل للجذب. مثلا مثل ما أنت تفضلت لما قال هذا لمين المقام أو المزار، قال هذا هو للإله المجهول،
فهو ما أنكر، لكن هذا المجهول هو إلهي أنا الذي أعبده، صار يعلم عنه. فكانوا يجذبوا الناس من خلال ثقافتهم المتبعة، ويجذبهم أنه يعطوهم شوية مثل ما تقول إيحاء لإشي أكبر، على أساس أنه يطلعوا من هذا التفكير القالب ويقولوا ما هذا مظبوط، أنت مجهول بالنسبة لك لكن صار معروف بالنسبة لي وهو الإله يسوع المسيح. فعشان هيك من هذا المبدأ كان موضوع قديس بولس الرسول لما علم الأمم وانتشرت المسيحية خارج أورشليم، خارج المدينة المقدسة، إلى روما والبلاد الأخرى. فأبونا نرجع لموضوع المزارات ونحكي عن المزارات المقامة، الفرق هلأ قلنا إحنا بين المقام والمزار، وأيضا الصلوات التي تصلى في هذه المزارات. نعم. بالعادة كيف يعني بالعادة هل نعم. إلها طقس معين؟ نعم. هل أكيد. إلها رتبة معينة؟ أكيد. هل المزار قبل ما أنه يصير مزار لازم يدشن أكيد. كنسيا أكيد. ويكون مرضي عنه من الكنيسة طبعا. أم أي واحد بيجي وبيبني لك مثلا مقام وبيعمل لك أكم من حجرة وهيك وبحط لك تمثال وبقول لك هذا مزار؟ لا. يعني في أسس معينة لا أنه أسمي هذا مزار شكل رسمي. حتى الأيقونات اللي في بيوتنا في ناس كثير بيشتروها من المحل وبعلقوها بالبيت، وهذا نعم. خطأ. نعم. لابد من حتى الأيقونة اللي بالبيت نعم. اللي بنشتريها من المحل نعم. لازم لها رتبة خاصة. هلا بداية عشان نميز بالطقس البيزنطي والطقس الكاثوليكي بالعالم. نعم. الكاثوليك بالعالم بعد أن يشيد المزار مثل ما حكى أبونا يوسف سلامي قبل قليل نعم. الاتصال، تقام ما تسمى رتبة صلوات التساعيات. نعم. هاي التساعيات اللي تتلى فيها الصلوات فيها. هذا إحنا بنحكي بعد ما صار مزار أو مقام. نعم. ولكن بالسابق أكيد يبلغ رسميا الأسقف المحلي نعم. وإما أن يحضر شخصيا أو أن يكلف أحد الكهنة، وفي صلاة خاصة تقام. يعني مثلا بتذكر عندي في مرج الحمام بمارلياس نعم لما عملنا المقام نعم إجا السفير البابوي القائم بأعمال السفارة، إجا وصلى صلاة تدشين رسمي بالزبط ومباركة بالزبط كنسية، رشوا يعني بالماء وباركوا وأعطى رتبة كنسية. هذا بالكنيسة الكاثوليكية. أما أيضا بالكنيسة البيزنطية فهناك بكتاب اسمه الأفخولوجي، هذا الكتاب يحتوي على رتبة صلاة اللي هي تدشين الأيقونات والمقامات والهي الصلوات فيها. نعم. هلا احنا مثلا ككنيسة الروم الكاثوليك مثلا نعم. لا يجوز وضع التماثيل داخل الكنيسة نعم. لأنه طقسنا بيزنطي. هلا الأرثوذكس ما عندهم تماثيل نهائيا نعم الأيقونات، احنا بالنص بين اللاتين وبين الأرثوذكس نعم. عندنا تماثيل بس ما بنحطها جوا الكنيسة نعم. بنحطها على المداخل يعني على نعم. المزارات اللي بالخارج نعم. في رتبة معينة نعم بتكون لتدشين نعم. يعني مثلا تدشين المزار في له نعم رتبة أكيد وصلوات معينة وبركة من أكيد الكنيسة نعم. بل الكنيسة اللاتين يعني بالأردن في بتعمل عيد كمان لمناسبة تدشين مثلا كذا نعم. الكنائس الضخمة اللي عندها بتعمل إلها عيد وفي قداس نعم يتلى نعم. نعم. بس هذه حبيتها انه اللي بيشتري ايقونات لازم يزورها بالكنيسه وياخذها في صلاه خاصه للكاهن بيصلي عليها بيصلي على الايقونات ولا بتكون يعني خشبي يعني نعم. يعني هذا بنطلب من الناس اللي عندهم ايقونات في عيد لعيد الايقونات طبعا في الكنيسه البيزنطيه بيجيبوا عاده الايقونات نعم كل الناس اللي بيجيبوا عندهم نعم بالبيت وبيباركهم. ما اجمل هذه العادات يا حلوه هذه نعم. يعني جميله انه نعم اي شيء بالبيت يعني زي كانه الواحد بيشتري شغله هيك ثمينه وبطلب بركة الخوري مثل سيارة أوه مثل هيك لكن طبعا في يعني في في رتبة نعم في رتبة صلاة لكل شيء بنشتري لكل شيء حتى نشتري للمصعد المصعد نعم الأسانسير نعم كمان في له رتبة يعني صلاة نعم. ما أجمل ذلك يعني شو بدنا حلو طبعا البركة. في كمان عنا فيروز الراشد بتقول لك دكتورة مجموعة ليكونوا بأجمعهم واحدا سنزور سيدة عنجرة ب 14/7 مجموعة من لبنان سوريا الأردن الأراضي المقدسة وحضرتك مدعوة معنا يا ريت يا وربنا جورج رافقنا لا مش مدعو لا بقول لك وربنا جورج عم تدعوك فنحن نصلي لوحدة المسيحيين آمين وتمجيد عيد القيامة وتوحيد عيد القيامة استجب لنا يا رب آمين يا فيروز وإن شاء الله منكون معكم في هذا اليوم المميز والمبارك وشكرا لكم على كلماتكم المشجعة للترنيم والصوت والأروع شكرا لكم نسعد صباحكم بكل خير يا أم طارق.
والحب والشكر دكتورة على مواضيع القيمة، أمطار قمة، صدقي زوايدة، والياس قمر، ومنى بوشة، صباحكم نور، وكل اللي متابعونا على صفحتنا وعلى التلفزيون ورفقونا. بنتمنى انكم استمتعتوا بهذه الحلقة، انا وابونا جورج شرايحة بنتمنى لكم باقي النهار مبارك واسبوع مبارك، ايضا تحققوا في صلواتكم واستجابتكم، يا رب مستجابة صلواتكم ايضا بمعونة ربنا وبركة ومحبة مريم العذراء. وايضا ما تنسوا موعدنا بعنجرة يوم الجمعة الساعة 10:30 ببلشوا صلاة المسبح، 10:30 11 لربع حكى أبونا، الساعة 11 رح تكون الصلاة مباشرة على شاشة النورسات، فتابعوا الصلاة للمش موجودين بالأردن أو اللي ما قدروا يحضروا، فبرضو كمان تنالوا البركة في هذا القداس اللي بترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا ومشاركة سيدنا المطران جمال خضر. فناخذ البركه يا ابونا وننطلق، ونترك مشاهدينا لحلقتنا القادمه الاسبوع المقبل ان شاء الله. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. سلام المسيح معكم، وشكرا لمتابعتكم، والى اللقاء. اعجوبه لليونير مستمر، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمة عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور سات ليل ومير، ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي رنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير. صلوات تليل ومير، محبة وخير.